على الأخير صرنا تحضيرات صارت شرفت على نهايتها. رح نترافق نحن وياكم بآخر محطة من ورشة ملح. خلي مسافة. أهم شيء أنا ما بدي بفقعوا كثير هني عم بيتقلوا. بدنا نفرجي شغلة كثير صغيرة. خلصنا هيدا التارت, رح نضيف على إذا بدنا فينا نحط له شوي صغيرة على أيام تلج. ايه لانه تلج هلا فينا نعمل شوية تلج هيك عليه. حلوين التلجات هون كمان على الاردوار. اوكي هيدا صار جاهز التارت. خلصنا واحدة اثنين. السلاد شو رايك بالسلاد؟ بتعقد منظرها عن جد بشهي. هيدا بلش ياخد اللون اللي انا بدي, هو رح بلش انا اضيف عليه. بدي احط له الاناناس معه, مع الكلمار. اناناس كلمار واناناس, فليفلي بقلبه, فليفلي حمراء. حنحط قطع انا فليفلي خضراء وحمراء شوي صغير يتقلوا بس معهم. رح نعمل كمان صحن كلمار بروفنسال, شو رايك؟ مع توم وكزبرة وحامض. اطيب شيء هيدا, كثير بحبوه كل الناس. عن جد اطيب شيء هيدا. رح احط اناناس معه. فينا نحط له اذا بدنا كمان شوي زنجبيل, شو رايك؟ عم بفرقع هلا غدا. كل الموضوع انه اهم شيء ما نوصل عندنا تفقيع. التفقيع ايه اهم شيء التفقيع. رح نحط له شقفة زنجبيل صغيرة معه. بدك تشوف انا اول مرة قررت انه اقلي فيها كلمار بالبيت. شو صار معنا؟ رح ينزل الكلمار من السقف بعد شوي. قد ما فرقعوا كثير بيعبي شوية مي بقلبه. لأنه بيعبوا مي. مثله مثل سودة دجاج. كثير أكثر بكثير. كمان كثير مزعجة. مش هيك بضطر يحطوا غطا على المقلأ إذا عم يشتغل فيها. حط لنا غطا بقلبها. هيدي صارت جاهزة. ملح أكيد, بهار أبيض شوي. هيدي كمان رح نجيب بعد مقلى لنعمل فيه شغلة. رح نعمل نحط شوي ثوم ناعم. ثوم وكزبرة. ثوم أول شيء حنحطه للكلمار اللي مع الأناناس. ثوم وبصل وعصير جوز الهند. كيفك بالفرن؟ كيف الفرن معك تقطيعات؟ عظيم. ولا مرة بروح ايدك؟ بروح شوية اصبع بس انه بيمشي الحال. هيدا بصل وثوم. هيدا زيت زيتون. حطوا محل هيدا شوي. نكون حضرنا له ثوم وكزبرة كمان. هلا اسرع طريقه لنقشر ثوم, عم يحطوه بمرتبان. ايه بنخضه شوي هيك نكسر يعني بنشد عليه. ايه فبيتقشر بسهوله. بيتقشر بسرعه. فينا ننقعه شوي بمي اذا بدنا مي فاتره كمان, بس بياخد بيساعدنا. اوكي هذا لانه صار جاهز رح احط كزبره معه. هيك صار جاهزة. هاي خلصنا منها. ما بخبركم الخوف عند غادة, أهم شيء أنا حأهرب مش بيوصل عندها شيء. هيدا اللون اللي بدي هو, شفنا كيف صار؟ إيه أكيد. هيدا لون الكلمار مطلوب. هيدا صار جاهز رح نحط هلا. أهم شيء نعمل صوص له. صوص شو بدنا نحط؟ رح نقلي بصل إنه بصل وثوم. عم نقلي هون. و عصير جوز الهند. وعصرة حامض صغيرة ونقطة صويا. ايه. اوكي. هيدا بنحط له ملح. بهار أبيض. عم بتكتف بهار أبيض. بدي حفرهم شوي.
حرحرة هذا بهار سمك غادة لشو بتاكل ما بتاكل لا اكيد ما مش كتير قوي حيكون بعد بده اخر شيء حنضيف عليه عصرة حامض صغيرة نتركه يغلو شوي هون بلش هيدا كمان بلش دائما انا بفضل بنقول على طول يكون الاكل بالاخص البصل طوب اذا عم نعمله بقلب الصوص ما يكون مستوي على الاخر يعني يبقى شوي الدانتي بعده فيها القرشه اطيب لنقدر نميز شو عم يكون في شو عندنا طعمات زياده بقلبها بس هن اذا كمان تقلوا وصاروا حمر كمان طيبين هاي صارت جاهزه هذا الكلامار قلنا عملناه اضافي نحن اليوم ضفنا طبق زياده لانه غدا بتحبه عملناه مع ثوم وكزبره سمعت غدا بتحبه ما خليت بهار ما حطيته ماشي عصير الحامض سامح هلا عم نعمل رح تبرق الوصفه على الهواء وصفه الكلامار مع الاناناس رح اضيف عليه شوي حليب جوز الهند اوكي ونقطة حامض صغيرة الصلصة ما بتمسك هيدي إذا بدنا إياها تشد شوية صغيرة فينا نضيف عليها رشة طحين أنا بفضل تكون مرقة إذا هيدا مش الحال اوكي أنا بدي آخذ طعمة البصل أكثر شيء والثوم اللي فيها فيني ضيف لها شوي لحتى تكفي الكمية شوية حليب بعد 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 اوكي اتركهم يغلوا شوي مع بعضهم هلا كيف بدنا نسكبهم؟ دخلنا فيها الأناناس لازم يكون عندنا شيء له علاقة بالأناناس له علاقة بالأناناس ايه شو وين؟ فا هيدا خلص مش له دور اوكي هيدا الأناناس خليت الأناناس خلينا الأناناس خلص هون فينا نطفيها بعد هيدا خلصت ليك شو مهضومين بهالشكل نحط هيدي اهم شي ناخد هيدا اللون ونضيف الخضرة كتير مهضومة الأناناس بتاكل قلنا ني ما في مشكل فيه الفليفل كمان نفس الشيء ما فيها اي ما بدها كثير وقت اهم شيء حتى اذا لاحظتي حتى الكلامار يعني اكل على النار تقريبا بده شيء 8 دقائق مش اكثر من هيك بكون صار جاهز لانه هو يعني رقيق دغري بيستوي هيدي الصوص تبعه بس هي حتى يلي ما بده بتتاكل بدون صوص بدون صوص لانه فيها طعمات هيدي صارت جاهزة بدنا نضيف عليها شيء أخضر بعد عرق بقدونس دايما البقدونس ست البيت بتمسكوا هيك الضمي بتعملها بهالشكل هيدا غلط نعملها وردة نشد على ايدنا نعرقها كأنه عم ننقي شيء عيد 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 تشوف هيدا احنا بناخذ الضلع دايما هيدا نحطه نحن بنعمل وردة منه نجمعهم كلهم مع بعض بنقصرهم يكونوا حجم واحد اوكي نرجع بنعملها من هون تطلع معنا بهالشكل تطلع شكلها حلو كمان فينا نحط على جنب معه نبعت شوي من صلصة الصويا واذا حدا بيحب دايما يزيد ايه اكيد تفضل هلا تنعيد من الاول شو عملنا لانه عاشقه على الاخر هون هيدي اطباقنا لليوم اطباق سريعه كنا عم نقول اطباق عنا بتحضر معنا بشكل سريع بليله العيد اكيد حضرنا كلامار مع
الاناناس، حطينا الكلمار شرحناه بالنص، عملنا شوي بالسكين لحتى يفتح مزبوط قلبه، قليناه على كل جنب تقريبا مده 6 دقائق، رجع ضفنا عليه الفليفله الملونه، ضفنا عليه فليفله خضراء حمراء صفراء، حطينا قطع الاناناس، تقلوا مع الكلمار اخذوا نكهته شوي. لازم يبقوا نيين هني لانه هني بيتاكل اجمالا الاناناس والفليفله نيه. ايه شوي بس يعني هيك تحت. صحيح. وحطينا على جنب عملنا بصل ثوم، وقلنا فينا نضيف عليها الزنجبيل الاخضر، رشه ملح، رشه بهار، وحليب جوز الهند، وتركناهم يغلوا شوي مع بعضهم، رجعنا ضفناها. بنستخدم دائما الاناناس لنعبر عن الطبق شو في بقلبه، فاستخدمنا الاناناس حطيناهم بقلبه بيتقدموا بهالشكل. ممكن بروح مع بقلب الصلصه، حطينا فوق حليب جوز الهند، حطينا معه شوية صويا صوص، كمان فينا نضيف عليهم على جنب بنقدم بنفس الجار صويا اللي صويا اللي قدمنا معه. عظيم. عملنا طبقة زيادة، طلع معنا كلمار لغدا، حطينا بيبي كلمار الصغير، قطعناه دوائر روندلات، ورجعنا قليناه بزيت زيتون، كمان ما بده كتير وقت، بده 5 إلى 6 دقائق ماكسيموم مش أكثر من هيك. ضفنا عليه ثوم ناعم، كزبرة خضراء، عصير حامض، ورشة ملح. إذا حدا بيحب الحر الأخضر فينا نضيف شوي صغيرة بقلبه، بيعطي نكهة كتير طيبة. غادة ما بتحب الحر، ما حطينا حر. ممنوع الحر. عملنا عجينة التارت، عجينة ثابتة. عجينة التارت لازم نحفظها كلنا، نعملها دائما ببيوتنا. كتير هينة. قاعدة أساسية كتير سهلة، 600 طحين، 400 زبدة، 200 جرام سكر بودرة، 3 بيضات. بنخفق السكر البودرة مع الزبدة مع بعض حتى ينعموا مزبوط، بنرجع بنضيف عليهم الطحين، وعم تمرق الوصفة تبع الهواء. زبدة سكر بودرة طحين بيض فانيليا، ولازم تتريح بالبراد تقريبا شي نص ساعة لحتى ترجع تشد الزبدة مزبوط. أوكي. نقدر نرقها وندخلها. حطينا بقلبها أهم كريم بحبوها كل الناس، هي الكريم باتيسير. كتير سهلة التحضير، لتر حليب على النار، على البارد بنحط 6 بيضات، 150 جرام سكر عادي، بدنا 100 جرام كورن فلور. أنا دائما بنصح بنشا الذرة لأنه بيجي خفيف، نحن عم ناكله كتير طيب مزبوط. بيطلع و 4 بيضات قلنا او 6 بيضات فينا نحط، نخفقهم على البارد، بس يغلي الحليب بنضيفهم كلهم فوق منه مع التحريك السريع، واهم شيء يكون في بقلب الحليب قشره حامض. ايه نرجع نشيلها. في ملاحظه كثير مهمه، بس تسكب الكريم باتيسير بجات لتبرد، بنجيب بدنا نطبع لها وجهها بالزبده، يعني بنجيب شقفه زبده بنمرقها عليها هيك شوي 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 لحتى تحميها من الهواء، ما تعمل جلد من فوق. اه اوكي. لانه اذا احنا عملنا نخلطها بعدين بتصير شو تعمل؟ تعمل شقفة صغيرة ما بتعود تنعم معنا. مزبوط. تفاح مقشر حطينا على الوجه، حطينا معه قرفة مع سكر، رشة مي صغيرة، و20 دقيقة بالفرن على درجة 150 حرارة. اوكي. أردشوكي مع السلمون، أسهل وأسرع سلطة. أردشوكي الكعب جاهز، أو نحن بنسلقه إذا كان أخضر، بنحط بقلبه قلنا يا إما ملفوف مع المايونيز أو خس آيسبرغ مع المايونيز، وحطينا على وجهه السلمون، الكافيار، وضفنا عليه الحامض. قلنا فينا نستبدل الكافيار الاسود بالكافيار الاحمر، انت شو بتحب فيك تحطه. بيجي معه على جنب دائما كل انواع السمك، كل انواع الاشياء البحريه، بيجي معه الحامض هو الاساس والمرافق. اهم شيء. يعطيك الف عافيه. هيدي اطباق ان شاء الله يا رب هيك بكونوا عجبوا كل المشاهدين، وان شاء الله بالحلقات اللي جايه بتكون ايام خير علينا كلنا وعليكم وكل فريق العمل. بيت نهار حلو بأتمنى لك اكيد ان الله ينطرونا بحفله العيد وينطرونا. ايه طبعا ناطرين كل يوم هلا من هلا لاخر السنه، عندنا كثير اكشن، عندنا حلقات خاصه كمان بعالم الصباح بنوعدكم فيها. بيت نهار كثير حلو بأتمنى لكم، وما تنسوا بكره تلاقونا الساعه 10. Frosty the snowman was a jolly happy soul with a corn cup pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. Thumpity-thump-thump-thumpity-thump-thump. Look at that frosty go. Thumpity-thump-thump-thumpity-thump-thump. Over the hills of snow. Frosty the Snowman was a jolly, happy soul. With a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of